بالتأكيد يمكن أن يتفاقم الوضع هناك، وكما أوضحت في عرضك التقديمي، الرئيس بوتين بالفعل استخدم هذه الأسلحة 3 مرات، لذا نحن نعلم أنها لديه السلاح ويمكن أن يستخدمها. والسؤال الحقيقي، هل كلمات الناتو والولايات المتحدة ستردع أنه سيدفع ثمن كبير إذا استخدمهم؟ والسؤال هو ماذا سيكون الثمن؟ أعتقد أنك سترى تصعيد في تدخل الغرب في الحرب إذا كان أحمق لدرجة كافية وصعد الأمر بنفسه. لكن سيد كورب، أنت تقول إن الرئيس بوتين استخدم السلاح الجديد الغير تقليدي 3 مرات، لكن التدخل الغربي في ضوء ذلك كيف تقيمه؟ نعم. مجددا، لقد استخدم هذا، روسيا استخدمت هذا قبل ذلك حينما حاولوا أن يقتلوا نافالدي حينما كان خارج روسيا، ولكن حقيقة الأمر نحن نعلم أنه لديه هذا السلاح ويعرف كيف يستخدمه. والسؤال، هل سيستخدم هذا السلاح ضد بلد أخرى وهي أوكرانيا هنا؟ وأعتقد أن العالم كله سينقلب عليه، لأن هذا مجددا ينتهك كل الاتفاقيات الدولية وكل الأعراف التي تحرم استخدام هذه الأسلحة.